ويعاني سكان غزة بالعودة إلى الملف الفلسطيني بالتأكيد من كثير من التداعيات، ويعني ربما سوف نعود إليها في وقت قريب لاحق في إطار متابعتنا الإخبارية، ولكن إشارة واجبة بالتأكيد إلى ما تبعناه الآن من مؤتمر صحفي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب السوداني سيفاكار مياردات، و تقارب في وجهات النظر والرؤى إزاء التطورات الراهنة في الأزمة السودانية وأهمية تحقيق الدعم الواجب إلى السودان خاصة من قبل المجتمع الدولي بالنظر إلى تفاقم الأحوال الإنسانية في السودان، وذلك ربما ما شدد عليه الرئيس الضيف سيفاكار مياردات رئيس جنوب السودان من هذه الرؤى المتقاربة وأهمية الحوار لإنهاء الصراع الدائر حاليا. وبالتأكيد يعني تم التأكيد أيضا من قبل السيد الرئيس السيسي على توفر الإرادة السياسية لتحقيق طلعات المنشودة بالنسبة للسودان الشقيق وإنجاح الكثير من استحقاقاته خاصة الانتخابي المتوقع له في أواخر العام القادم، والإرادة السياسية حاضرة بقوة كما أشار السيد الرئيس من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الصديقين في مختلف المجالات. نضم إلي للمزيد من المتابعة عبر الهاتف سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بعد تحية سيادة السفير، دوما الحديث عن مشاركة الكثير من الرؤى إزاء البناء والتنمية وإنهاء الأزمة في السودان، وبالتأكيد علاقات بلغت الخصوصية بين مصر وجنوب السودان خاصة في التعاطي مع الأزمة السودانية الراهنة وما تخلفه من أضرار اقتصادية وإنسانية، كذلك شدد عليها الرئيسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيفاكار مياردات. يعني كيف تنظرون إلى يعني مدى إمكانية استثمار مثل هذا اللقاء بين القيادتين المصرية والجنوب السودانية لأفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات وخاصة الدفع قدما أيضا بالحلول العاجلة اللازمة في هذا الشأن؟ لا شك أن العلاقة بين مصر والسودان وجنوب السودان هي علاقة شراكة استراتيجية تجي في إطار ما يمكن أن نسميه بالتعاون الاستراتيجي. أعتقد هذا التعاون الاستراتيجي يشمل مجموعة من المسارات أو من اللفات، من الواضح أن العلاقة بين البلدين تتجه دائما إلى التنامي والتعاظم في كل منهما. هناك المسار الأمني وهناك المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي. لا شك أن المباحثات بين الجانبين تمت على نحو تدفع في اتجاه تنمية وتطوير هذه العلاقات بينهما في كافة الملفات. لا شك أن قضية السودان كانت على القائمة خاصة وأنها ترتبط بالأمن القومي الأفريقي والأمن القومي المصري والأمن القومي في جنوب السودان باعتبار أن كليهما دولتي جوار، وكان هناك مبادرة وتحرك ثنائي بين الجانبين منذ بداية الأزمة ثم تحرك في إطار متعدد مع دول الجوار. يعني ربما سيادة السفير هذا ما حذر منه أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تخرج هذه الأزمة السودانية خارج نطاقها وتبتدي إلى دول الجوار، يعني مدى تأثير الأزمة السودانية راهنة على دول الجوار والفرصة السانحة على الدوام لاستثمار هذا التميز في العلاقات بين الجانبين لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة من خلال التوافق المصري الجنوب السوداني. لا شك أن تطورات الأوضاع في السودان للأسف في ظل هذا الصراع بين كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وامتدادها من الخرطوم إلى الدول إلى الأطراف سواء في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو دارفور، لا شك أنها تهدد بما يمكن أن يحدث للسودان من تفتيت وحدته وتقسيمه، وأيضا تمتد بالتالي إلى دول الجوار. يعني الآن ما يجري في السودان الآن هو مهدد لدول الجوار بالدول بالدرجة الأولى وخاصة مصر وجنوب السودان. ومن هنا جاءت مبادرة دول الجوار التي تبنتها بالدرجة الأولى مصر ومع جنوب السودان في محاولة لإحداث
احتواء الموقف والسودان، واعتقد هناك جهود مبذوله من جانب مصر وجنوب السودان في هذا الصدد. تمت اجتماعات الوزراء الخارجيه في تشاد، ثم مره اخرى عقد هذا الاجتماع، وتم هناك وضع خريطه طريق لانهاء الازمه. هناك تاكيد من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره ان يكون كل من مصر وجنوب السودان حاضرين في اي جهود تقوم بهما اي اطراف سواء في الاطار السياسي. صحيح، يعني لدورهما المحوري في هذه الازمه. لا شك في ذلك. فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وجنوب السودان في المجال الاقتصادي، لا شك ان هناك دور مصري قوي في دعم جنوب السودان في هذه المرحله، وخاصه في البنيه التحتيه وعمليه التطوير والتنميه. لا شك ايضا ان هناك اهتمام بدور مصري فيما يتعلق بالمجال الصحي والتعليمي، وهناك يعني دور مصري فيما يتعلق بالنظم الصحيه في السودان في جنوب السودان، وايضا فيما يتعلق بالتعليم وبناء القدرات والبعثات التعليميه. سيادة السفير، دوما في مثل هذه المواقف يتعلق بنهر النيل ومشكله سد النهضه، واعتقد ان هذا الامر تم التوافق بدرجه كبيره على ان يكون هناك منفعه لجميع الاطراف، وان يتم التوافق على اتفاق قانوني ملزم لما يتعلق بعمليه المال والتشغيل على النحو الذي يمكن ان يكون هناك مصالح مشتركه تراعى لجميع الاطراف. وهذا امر طبعا مرتبط بضروره ان يكون هناك توافق ايضا مع كافه دول حوض النيل فيما يتعلق بهذا الامر. بالتاكيد يعني حسم هذا الملف، ملف سد النهضه، لصالح الدول المتضرره يعني ربما من يعني الممارسات غير مطابقه المواصفات، سوف يسهم ايضا بتعظيم الاستفاده من موارد مياه نهر النيل، وهو ما شدد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته في المؤتمر الصحفي. لكن يعني ربما لا اعد الى الازمه السودانيه، ودوما في هذه الازمه او في ازمات وصراعات من هذا القبيل بيكون في تثمين لتغليب المصلحه العليا على اي مصالح اخرى، وايضا ذلك ما سلط عليه الضوء السيد الرئيس في معرض حديثه بأهمية تغليب مصلحة الوطن على أي مصالح فردية أو تدخلات خارجية. كيف يعني يترجم ذلك من خلال يعني الممارسات العامة للدول خاصة على الصعيد الإفريقي؟ لا شك أن مصر لها موقف ثابت فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وهو ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ضرورة لا يكون هناك أي تدخل خارجي، ضروره ايضا ان تحل المشكله السودانيه في اطار سوداني سوداني، وفي نفس الوقت يجب ان تراعى مصالح الاطراف الاخرى وخاصه دول الجوار حتى يكون هناك تامين للاوضاع الامنيه والامن القومي لكافه الاطراف المجاوره للسودان. من هنا كانت اشاره السيد الرئيس الى ضروره ان يكون هناك تواجد مصري وايضا جنوب السوداني فيما يتعلق بأي مبادرات أو أي تحركات سواء من جانب دول أو منظمات إقليمية، باعتبار وهذه نقطة في غاية الأهمية وأشار إليها السيد الرئيس وأيضا أشار إليها سالفا كير، وهو أن دول الجوار وخاصة مصر وجنوب السودان هما الأكثر معرفة بمصالح السودان والعلاقات مع دول الجوار، وفي نفس الوقت هما الممكن أن يحدث لهما اكثر تضرر مما يحدث من جراء ما يجري في السودان لو لا قدر الله حدث نوع من الصراع المستمر الذي يؤدي الى تقسيم وتفتيت، خاصه وان هناك نزعات استقلاليه في بعض الولايات السودانيه. نعم. وان الحرب الدائره قد تدفع في هذا الاتجاه. سيادة السفير، يعني الاتفاقات الموقعة بين البلدين الشقيقين هي خير مثال وشاهد
على العلاقات المتميزة بينهما وعلى توافر هذه الإرادة السياسية التي شدد عليها الجانبان في مختلف المجالات حقيقة، يعني إضافة إلى المجال الاقتصادي. هناك إشارة أيضا من ميرديت لمذكرات التفاهم تحديدا الموقعة بين مصر وجنوب السودان في مجال التعليم ودعم الطلاب السودانيين الدارسين بمصر، وهي أيضا يعني بالتأكيد مسألة مشتركة يعني بين الجانبين لممثليهما في الدول الأخرى. يعني كيف تنظرون إلى هذا الأفق، خاصة أنه يكرس للاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري والجنوب السوداني والعربي الإفريقي بمفهوم أشمل؟ لا شك كما أشرت أن المسارات التي تحدثت عنها سواء الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حديث حضرتك أو هذا السؤال يصور حول المسار الاجتماعي بشقي الصحة والتعليم وبناء القدرات. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان كان لمصر دور رائد ومحوري في مجالي الصحة والتعليم وبناء القدرات في السودان. لا شك أن هناك بعثات طبية وهناك مستشفيات مصرية تم إنشائها في السودان في جنوب السودان، وهناك بعثات تعليمية عديدة وردت من جنوب السودان إلى الجامعات المصرية بما في ذلك جامعة الأزهر. هناك دور مصري واضح فيما يتعلق ببناء القدرات في كافة المجالات من خلال الوكالة التنمية في وهي إدارة في وزارة الخارجية المصرية. كل هذه الأمور أعتقد يعني هناك من خلال مذكرة التفاهم قد وردت بها فضلا عن تدعيم البنية التحتية. وأعتقد أن هذا المسار في غاية الأهمية، لأنه يرتبط أيضا بالمجال الاجتماعي ويرتبط أيضا بالمجال الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين. إضافة لبناء القدرات، يعني هناك شقة أيضا يعني الخبرات المتبادلة، وأن يكون في صيغة تكاملية في علاقات مصر مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المستهدفة بالتعاون والتنسيق معها في مختلف المجالات. يعني كيف يمكن لهذه العلاقات الثنائية أو علاقات أخرى ثنائية بين مصر ودول أخرى أن تكون نموذجا لهذا التوجه من قبل القيادة المصرية أو في السياسة الخارجية المصرية بشكل عام؟ هو طبعا العلاقات ما بين مصر وبين جنوب السودان سواء بتتم في الإطار الصناعي أو في الإطار المتعدد على المستوى الاقتصادي، وأقصد بذلك مجموعة الكوموسا وأيضا الدور المصري في النيبات. كل هذه الأمور تأخذ في الاعتبار على أساس أن يكون هناك نوع من التكامل بين البلدين، ثم بينعكس بعد ذلك على ما نسميه بالاندماج الإقليمي والتكامل القاري ربطا بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي مصر كان لها دور رائد في إنشائها وتفعيلها، ودور أيضا رائد فيما يتعلق بدفع البنية التحتية لتنعكس على منطقة التجارة الحرة القارية، وأيضا الدور أيضا في زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة على مستوى القارة حتى يتم تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية على نحو المنشود، سواء بما تم في البنية التحتية أو بما تم ويتم في القطاعات الإنتاجية، ليحدث نوعا من التكامل بين الأطراف الإفريقية وينعكس أيضا على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال منطقة التجارة الحرة القارية. سيد سفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة، ومتابعتنا تتواصل حول دلالات وأهمية ما ورد على لسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الجنوب أفريقي الضيف سلفا كير، رئيس الجنوب السوداني الضيف سلفا كير ميرديت في المؤتمر الصحفي. وأتحول لمداخلة أخرى تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة أميرة عبد الحليم الخبيرة في الشؤون الإفريقية. بعد تحية، يعني دكتور، بالتأكيد تحديات متعاظمة تواجه العالم الآن، ولنخص بالذكرى الساحة الإفريقية والساحة العربية، يعني كيف يمكن لنموذج العلاقات التي نعني بها في هذه المرة العلاقات المصرية الجنوب السودانية في ظل أزمة طاحنة يواجهها السودان وحيثية ومحورية بالتأكيد للدور المصري والجنوب السوداني في هذا الشأن؟ هو تعتبر يعني
بداية التعاون أو استئناف للتعاون بين الدول، إعادة الحوار بين الدول بعد وقت طويل من الانشغال بالأزمة السودانية. يعني الأزمة السودانية أنا على ما أعتقد إن هي أزمة مؤثرة على شرق أفريقيا والشمال الأفريقي، ومؤثرة أيضا على القارة بأكملها. وبالتالي إحنا بمجرد اندلاع هذا الصراع أصبحت الدول المحيطة بالسودان وخاصة مصر، ومصر كان ليها أدوار في محاولة التهدئة ومحاولة جذب طرفي الصراع نحو وقف إطلاق النار، لكن لا تزال دول شرق أفريقيا المختلفة، ومن أهمها طبعا جنوب السودان لأنها شطر من هذه الدولة التي تعاني مشكلات كارثية بسبب اندلاع صراع لا نعرف حتى الآن كيف سينتهي. هذه الدولة ما زالت تعاني من أثار هذا الصراع. تحدي المياه هو تحدي مشترك دكتورة، يعني على مستوى العالم، يعني حر بمياه، يعني شفنا كتير من مؤشراتها على مدار الفترة الماضية وربما في الفترة القادمة، يعني خصوصية لهذه القضية في أفريقيا وخاصة ملف نهر النيل. في أيضا يعني حرص وتشارك في الرؤى من قبل القيادتين المصرية والجنوب السودانية حول ملف الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موارد مياه نهر النيل تحديدا. ماذا تقولين في هذا الشأن؟ هو بالفعل مصر بتبذل مجهود كبير في محاولة الحفاظ على حقوقها المائية ومحاولة إثبات هذه الحقوق طول الوقت، وبتستند للآليات الدبلوماسية وآلية الحوار في هذا الشأن، ومن ثم بتعمل على جذب مزيد من الدول المؤيدة للموقف المصري والداعمة لهذا الموقف، وخاصة إن في بعض الأحيان كانت بعض الدول المشاطئة لنهر النيل أو الموجودة في دول حوض النيل كان لديها بعض الأفكار المناهضة للحقوق المصرية. وبالتالي احنا خلال السنوات من 2014 حتى الان نشهد بعض جهود المتميزه فيما يتعلق في ملف مياه النيل ومحاوله الحفاظ على الحقول المائيه، وبتتشارك مصر هذه الافكار مع جنوب السودان، لديهم الى حد ما اتفاق حول. طيب يا فندم، مهم جدا الا تضيق السبل بالادوات الحواريه في التعاطي مع الازمه السودانيه وفي توافق في الرؤى بين القيادتين المصريه والجنوب السودانيه في هذا الاطار، حديثا عن يعني تفاقم الوضع السياسي والامني والانساني بطبيعه الحال في السودان، هناك قناعة بأن المسار الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو الحوار، وذلك ما أكد عليه الرئيس السيسي ونظيره الجنوب السوداني. يعني في رؤيتكم ما هي الأدوات الكفيلة بتعزيز آلية الحوار في الفترة القادمة؟ هو حقيقة بالحوار وانتهت بالتفاوض، يعني لم نشهد صراع ان قوة انتصرت على قوة، اذا هذه القوة اصبحت يعني تعيش في الارض بمفردها، يعني اغلب الصراعات بتنتهي بالحوار. الغريب في الصراع في السودان ان هو استمر، احنا تعدينا نصف عام على هذا الصراع ولا يزال طرفي الصراع مصرين على الحسم العسكري، وبالتالي مصر حاولت ان هي تجذب الاطراف المدنيه، القوى المدنيه اللي هم قاموا بالثوره من اجل تحقيق حل ديمقراطي ووجود دوله جديده للسودان، لكن تواجهوا مع وجود صراعات بين قوى عسكريه من اجل محاوله السيطره. لكن يعني للاسف يعني الحوار يتراجع في ظل جبروت القوه وتوازنات القوه الحادثه بشكل سافر ولافت على مستوى العالم، ويعني نموذج لذلك بالتأكيد ما يجري الآن من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وده بالتأكيد يعني ملمح يضاف على المشهد الآن في أي حوارات يعني قيادية
ثنائية على مستوى القادة؟ حقيقة أنا في تقديري أن طرفي الصراع لديهم أصدقاء ولديهم تابعين أو أصدقاء في المحيط الإقليمي، وكثرة أو معظم القضايا الأفريقية والصراعات الأفريقية تم حلها على المستوى الإقليمي من خلال دول الجوار، من خلال المنظمة القارية، من خلال، بمعنى أن الأطراف الأكثر تأثرا بالأزمة هم الأكثر قدرة على جذب أطراف الصراع من أجل الحوار، ومن ثم لابد من أن هذه الأطراف تبذل مزيد من الجهد لإقناع طرفي الصراع بإيقاف الحرب، بوقف النار. صحيح. لأن لديهم مصالح. أنا أعتقد أن سواء البرهان أو حميدتي، الاثنين لديهم مصالح مع الدول المجاورة ولديهم أصدقاء في الدول المجاورة، وبالتالي هؤلاء الأصدقاء ومصالح الطرفين لابد من أنهم يحاولون الضغط على طرفي الصراع من أجل إيقاف الحرب. المصالح المشتركة دكتورة أميرة والتحديات المشتركة أو الأعداء المشتركة أيا كان التوصيف، هي الحاكمة لمشهد يعني أي علاقات يعني أو أي مبادئ تحكم العلاقات الخارجية للدول يعني في مرحلة دقيقة وحساسة جدا من عمر العالم وليس المنطقة فقط، ومن هنا أيضا يعني بتأتي دوما المطالبات بتغليب المصلحة العليا على أي مصالح فردية أو تدخلات خارجية. كيف ينطبق ذلك على الشأن العربي والإفريقي وعلى خصوصية المشهد السوداني، بما أننا نتحدث عن يعني إفرازات المؤتمر الصحفي لرئيس السيسي ونظيره الجنوب السوداني؟ حقيقة أن الآن يعني في حالة من الانفرادية في العالم، أن كل دولة بتحاول قدر الإمكان حماية حدودها وحماية القطرية، أصبحت هي المسيطرة أكثر من الفكر الإقليمي أو فكرة العروبة أو فكرة الإفريقية حتى. أصبحت كل دولة بتحاول أن تحافظ على حدودها وتحافظ على أمن شعوبها بغض النظر عما يحدث في الجوار. ويمكن أن ده يكون مبرر بأن في أزمة اقتصادية كبيرة جدا بيعيشها العالم منذ يعني أحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أصبح الاقتصاد العالمي في تراجع، شعوب بتعيش أزمة، وبالتالي لن تسمح لحكامها بأنهم ينخرطوا في حروب جديدة من أجل دول مجاورة، وهذا يفقدنا الكثير من القيم الإنسانية، القيم التي عشنا عليها منذ سنوات. لكن هذا الفكر أصبح رائد أو أصبح منتشر بصورة كبيرة جدا، سواء في عالمنا العربي أو في مجتمعاتنا الأفريقية للأسف. للأسف يعني يعني أختتم بهذه الكلمة ذات الدلالة الكبيرة، يعني ويؤمل يعني أن يكون في تحول إيجابي يعني أو ضوء في هذا النفق المظلم اللي بتمر به كثير من الملفات الساخنة الطاحنة في منطقتنا. جزيل الشكر دكتورة أميرة عبد الحليم الخبيرة في الشأن الإفريقي، وأتحول هاتفيا للدكتور زكي البحيري أستاذ الدراسات الإفريقية. دكتور زكي، يعني في خضم الأحداث المتسارعة والمتلاحقة، نحن نتابع أو تابعنا منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي بين رئيس السيسي ورئيس الفكار مياردات، ويعني ربما تعويل على أن تستثمر العلاقات الإيجابية الثنائية بين الدول لحل كثير من الأزمات العالقة الطاحنة ومنها الأزمة السودانية. ماذا تقولون في هذا الإطار؟ وهل أن الأوان كي نحتكم إلى صوت العقل والضمير وإبعاد نفسنا عن سيناريوهات غير محمودة لو حدث أن خرجت الأزمات الداخلية لبعض الدول خارج نطاق السيطرة كنموذج الأزمة السودانية؟ يعني هو مصر تتجه نحو التنمية ونحو التعاون ونحو التكامل، مش في أفريقيا، في أفريقيا في المنطقة العربية وفي كل، لأن مصر دولة سلام تريد أن تعيش سلام، لكن هذا لا يكون على حساب مكانتها وعلى حساب يعني وضعها الدولي مهما كانت الأمور. في كل الأحوال إحنا علاقتنا طبعا وثيقة طول الوقت بالسودان وجنوب السودان، وحتى لما انفصل جنوب السودان فهو بيعتبر نفسه لحد الوقت إنه جزء من السودان الكبير، نظرا للعلاقات المتشكة بين البلدين
ولأهمية مياه النيل في مثل هذه المنطقة اللي هي رابطة بين كل هذه الأنحاء. طبعا مصر بتسعى إنها تقيم بعض المشروعات التنموية على النيل الأبيض الجنوب جنوب السودان، وهي حتى بتقوم مصر ببعض الأعمال زي حفر بعض الأبار اللي بتخرج مياه ارتوازية يعني نقية للسكان هناك، ومشروعات في الزراعة ومشروعات في جوانب أخرى. طبعا هو ما هي حديثا عن المياه دكتور، ما هي الامكانات المتاحه الان يعني لدفع قدما بهذا الملف الموارد المائيه والري، ويعني الرئيسان السيسي وميردات يعني اكدا يعني على هذه الجزئيه طبعا هو انطلاق لتعظيم الاستفاده يعني من هذا الشق. يعني هو الرئيس سالفة فياس دايما هو كمان يعني بينحو نحو التعاون والتنمية، وهناك طبعا يعني كان في قناة جونق اللي كانت بتنعمل في جنوب السودان، وتوقف المشروع قبل كده بفترة كبيرة نتيجة الصراعات اللي جرت هناك في جنوب السودان. يعني بننشد ان احنا نعيد مرة تانية اقامة مثل هذا المشروع، مشروع قناة جونكلي، لانه ممكن ان يوفر لنا حوالي 7 مليار متر مكعب، يمكن تعوضنا عن اي نقص مثلا تجاه سد النهضة او ما الى ذلك. وهذه المشروعات ايضا في نفس الوقت بتحقق لجنوب السودان مصالح مختلفة، منها انها بتخلي بعض الانحاء اللي هي فيها مستنقعات واسعة النطاق انها تتحول الى اراضي زراعية يمكن زراعتها بمحاصيل مختلفة. يعني يمكن دكتور زكي الحلم الاكبر هو ان تنعكس العلاقات الافريقية المتميزة، وان يكون هناك سرعة وانجاز في حسم القضايا الشائكة لتضميد جراح القارة السمراء باكملها. يعني هل اصبح ذلك حلما بعيد المنال؟ هو ان شاء الله يكون نتمنى ان يكون قريب المنال، لكن هو المانع ايه؟ ما هو النزاعات اللي بتحدث بين الدول بعضها وبعض، نزاعات حدوديه ونزاعات على الحكم نفسه ونزاعات بين قبائل بعضها وبعض ونزاعات على اراضي، يعني كل دي بتبقى فأسوجة حروب وصراعات، ودي بتعوق، لا تستطيع ان تقوم بعمليه تنميه في اي مكان في العالم إلا في حالة استقرار حقيقي في المنطقة اللي أنت بتقيم فيها هذه المشروعات. لازم استقرار. بالتأكيد. هو المعوقات اللي احنا يعني يمكن بقطرة مياه يعني تعني الكثير، ويعني نرى الآن مثالا صارخا على ذلك ما يعانيه سكان قطاع غزة من نقص صارخ في إمدادات المياه منذ أن يعني فرضت سلطات الاحتلال هذا العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، لكن وذلك ربما يدفعني الحديث حول تحدي أكبر، وهو يعني تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمات بشكل عام. تقدر الإشارة إلى أن السيد الرئيس السيسي في معرض حديثي في المؤتمر الصحفي دعا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته نحو السودان من أجل بناء مستقبل أفضل. تعهدات المجتمع الدولي نحو السودان ونحو فلسطين ونحو الدول الأولى بالرعاية في هذه المرحلة، كيف تنظرون إليه؟ للأسف مناطق الصراع منحصرة في منطقة الشرق الأوسط العربي والأفريقي للأسف الشديد، وهذا لا ليس يعني مصادفة، لا ده حاجات هي متخططة ومتنظمة من جانب القوى الكبرى، وخصوصا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بتوجد مثل هذه الصراعات وتوجد مثل هذه النزاعات. اللي حصل في السودان نفسه حتى يعني قوات الدعم السريع، أنا كنت جيت في أحد القنوات وقلت إن من أول خالص لم يكن يشير أي حد يشير إلى هذا الموضوع، قلت إن الولايات المتحدة وراء مثل هذا الكلام، وراء إن يبقى في صراع، لأن هم بيحاولوا يكونوا في صراع في كل منطقة. يعني كان في العراق بين القاعدة وبين قوات الجيش، وفي سوريا بين قوات الجيش السوري وبين داعش، برضه في ليبيا بين قوات حفتر وقوات الجيش الليبي وبين ميليشيات في الغرب، وكذا في السودان ايضا، وكذا في اليمن طبعا هناك الحوثيين
في برضه ضد الجيش الرسمي. فهم بيحاولوا انهم يوجدوا صراعات داخل اي منطقه، وهو ثورات الربيع العربي قامت على هذه الفكر، وهي مش ثورات ربيع، هي ثورات هدم في الحقيقه. ده يخلينا يعني نطرح سؤال استفهامي واستنكاري في آن واحد، يعني هل يبدو هذا الحوار في المتناول الآن، خاصة وأنه ينظر إليه بصفته المسار الوحيد لإنهاء كثير من الصراعات على مستوى العالم؟ سؤال يجدر توجيهه وفي انتظار أن يكون هناك إجابة تفعل على أرض الواقع بشأني. أشكرك جزيل الشكر دكتور زكي البحيري، أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة المنصورة، ونبقى معكم مشاهدينا الكرام. وهذه هي إعادة للمؤتمر الصحفي الذي تابعناه منذ قليل بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الضيف رئيس جنوب السودان سلفا كير. ما يردت نتابع.